بابا بابا ها 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 بابا جو ها ها شنو شنو بني ها ايش فيك؟ ليه ردك ردك ليه ليه؟ انا مره جوعان مره جوعان. تريد اكل؟ والله دقيقة خلي اشوف الصندوق عندي اكل. اوكي خلي اشوف هذا. اوكي يلا الزم لك هاي. والله يا اخي والله ها بس هذا اللي عندنا اكل. اريد شي حلو اكله، اريد شي حلو. هذه مسمومه مسمومه يا اخي بني. والله بس عندنا هذول البطيتات، والله حتى المزروعات لسه يعني ما صارن جاهزات للاكل، وش نسوي؟ روح اشتري من المطعم، روح اشتري من المطعم. اوكي خلاص راح اروح اشتري من المطعم. خلاص ايش رايك غدا الصبح؟ لان هسه ليل يعني المطعم مغلوق حاليا. ايش رايك بالصبح نروح؟ اي صباح الخير شلونكم؟ اوكي يلا رايح المطعم، بس خلي اخذ لي فلوس واروح المطعم. انتم ابقون هنا، لا تتحركون من هنا. اوكي انا راح اروح المطعم اجيب لكم اكل واجي. يلا مع السلامه. لا يا رب وش اسوي لهذول الاطفال يا اخي؟ والله حتى امهم ماتت، اجوها وحوش وقتلوها. والله شو اسوي لهم هذول؟ حتى الشغل ما عندي. والله شو اسوي اصلا؟ انا عندي شويه فلوس، خلي اروح الماكدونالدز او البرجر كينج اخذ من عندهم اكل. يلا لازم اسافر هسه بهذا القطار يا اخي. والله الطريق كلش بعيد، لا لا لازم كثير ساعات حتى اوصل ذا المطعم. يلا معلش. اي حلو حلو قربت اوصل. اي هنا برجر كينج، بس خلي اروح البرجر كينج اول مره. اوكي وصلنا وصلنا. اوكي بس خلي انزل. اوكي خلي ادخل. هاي السلام عليكم. هاي السلام عليكم. هلا والله هلا والله هلا والله. في طلبيات؟ يب. بليز في تشيز برجر لو لا؟ يب في تشيز برجر. بليز تنطيني 3 تشيز برجر باللحم. اوكي يلا هاي خذ تشيز برجر خذ. شكرا لك. ايش قد يطلع عن فلوس؟ ايش قد فلوس؟ 14 دولار. هاي 10 وهذا الأربعة. أوكي يلا شكرا شكرا. يلا مع السلامة. شكرا 14 دولار. شكرا مع السلامة. مع السلامة. إيه وأخيرا وصلت البيت. إيه حتى المغرب إجا، حتى الشمس بدت تغرب. أوكي يلا هسا رجعت البيت. هاي السلام عليكم. ها أطفال جوعانين لو لا؟ كريم جوعان؟ اوكي خلاص جبت لكم تشيز برجر. يلا خذ لك حبه وانت خذ لك حبه. اوكي يلا ناكل مع بعض وقولوا لي ايش رايكم طعم حقه. اوكي يلا ناكل مع بعض. والله تشيز برجر كلش حلو، انا عجبني. وانت عجبك كريم لولا؟ عجبني كثير. وانت عجبك رؤوف؟ كفو. تريدون غدا اجيب لكم زيه؟ اي. اوكي خلاص. اوكي بس اشوف عندنا فلوس. لا خلصنا الفلوس اللي عندنا هسه. شلون ورطه هاي غدا؟ يعني ما نقدر نجيب فكرة. اكل. عندي فكره. ها شنو الفكره كريم؟ تشتغل بواحد من هذه المحلات بابا. ها يعني اروح اشتغل في هذول المحلات؟ والله فكره اسطوريه هاي، والله عجبتني. اوكي ان شاء الله غدا الصبح اروح واشوف اذا اقدر اشتغل عندهم لو لا. اوكي يلا ننام هسه. يلا ننام. اي وصلت البرجر كينج واخيرا، بس هسه خلي ادخل واشوف اذا شو اسمه المدير راح يقبلني اني اشتغل عنده لو لا. اوكي هاي السلام عليكم. هلا والله. انا البارحه اللي اجيت اشتريت من يمك تشيز برجر، تتذكرني لو لا؟ يب تذكرتك. اوكي حلو. طيب انا الصراحه ما عندي شغل هسه، اقدر اشتغل يمك؟ لا والله ما اقدر اقبلك، عندنا عمال كثير. بليز يا اخي، والله يا اخي فلوس خلصن من يمي واطفالي يعني يريدون اكل يا اخي. والله حتى الاكل خلص من يمنا، اصلا ما عندنا فلوس خلاص. لا والله عمال كثير، ما اقدر اقبلك ما اقدر. يا اخي بليز يا اخي بشرفك بليز، ابي اشتغل يا اخي. لا اطلع برا اطلع برا اطلع. لا بليز اطلع. اوكي يلا خلاص أطلع. اسف يا اخي. وش ذا المطعم البيض؟ راح اروح الماكدونالدز هسه وراح ان شاء الله راح يقبلوني في الجغل. اوكي خلاص راح اطلع. خلاص. اوكي هسه بس خلي ادخل الماكدونالدز ويا رب يكون ذا يقبلني للشغل. اوكي السلام عليكم. هلو السلام عليكم. هلا عليكم السلام. اني والله كلش فقير هالايام وما عندي فلوس، والاطفال مالتي كلش جعانين يريدون اكل. اقدر اشتغل عندك هنا أنا في المطعم؟ اوكي عادي، احنا اصلا ما عندنا كثير عمال فبنقدر نشغلك. تمام. يعني انا هسه راح اصير اشتغل هنا؟ يب انت من هاي اللحظه صرت بتشتغل معنا. اي حلو والله شكرا لك. والله شكرا لك. طيب تقدر تعلمني؟ عفوا تقدر تعلمني شغلي؟ اوكي هلا فوتك لجوا على المطبخ. اوكي شكرا. اول شيء افتح هذا الصندوق وخذ الملابس جوا. حلو يعني اخذ الملابس هذول. اوكي بس خليني يب ملابس العمل. اوكي هذول ملابس العمل. اوكي
طيب تقدر تعلمني اشياء ثانيه عن الشغل؟ اول شيء هذول عندنا البرجرات، هون عندنا برجر دجاج، وهون لحم. حلو، يعني من اكو شخص مثلا يقدم طلب برجر دجاج، اضغط على هاي تجيني برجر دجاج. اوكي خلاص صح بالضبط. اوكي وهنيك عندنا المشروبات. تعال معي شوف، عندنا المشروبات، كل شخص بيطلب مشروب نوع بتعطي منه. خلاص عندنا بيبسي، عندنا هذا مدري شنو، كولا. حلو تمام بالضبط تمام. طيب وهنا عندنا البطاطا. هذا المكان شنو هذا؟ اوكي هذا تبع السيارات، الطلبات اللي بيجوا بالسيارات بيطلبوا طلب من هون. حلو. وهي هون تبع البطاطس اذا حدا طلب بطاطا. اوكي خلاص فهمت عليك. يلا يا امير، يا امير عندنا طلب تشيز برجر دجاج وكولا. اوكي تشيز برجر دجاج، اوكي تشيز برجر دجاج، هذا ناخذ لنا حبه. اوكي والكولا قلت لي، اوكي راح اجيب الكولا. اوكي اوكي شكرا لك صديقي. اوكي تشيز برجر وكولا، هاي تشيز برجر وهاي الكولا. خلاص يا اخي والله تعبت من الصبح واني دا اشتغل فقد خلص الزبائن. اي صار الليل، اعتقد راحوا الزبائن، بقيت بس انا والمدير. هلا هلا والله مديرك. والله انت اكثر شخص نشيط ويوصل طلبات بسرعه للزبائن. صدق فعلا انت يب يب انت انشط شخص، ولذلك راح تاخذ اليوم اجرتك واللي هي ستار تايم. شكرا والله، شكرا لك والله، بتشكرك مرة يا صديقي. عفوا عفوا والله صدق يا أخي، والله أنا همين أول مرة أشوف يعني مطعم بكل ذا القوة والجمال. والله الصراحة أهنيك على التصميم وأهنيك على الشغل مالتك الأسطوري. شكرا شكرا حبيبي شكرا. والله الصراحة يعني أنا منبهر مرة من ذا المطعم، أصلا حتى الشغل هنا يعني مريح وكلش حلو، يعني ما تعبني أبد. بس والله شكرا لك على الفلوس كل ذا. وخذ هدول كمان. انا بعرف انه انتو عائلة فقيرة، فخذهم لاولادك. والله شكرا لك يا صديقي. والله ما شايف ولا شخص كل ذا الكرامة. والله الصدق انت كلش كريم. والله شكرا لك، اتشكرك مرة يا صديقي. عفوا عفوا حبيبي، انت تستاهل والله. والله شكرا لك. يلا غدا ان شاء الله الصبح اجي اشتغل. اوكي غدا الساعة 8 الصبح. خلاص الساعة 8 بالصبح غدا اكون يمك. اوكي يلا تصبح تمام. على خير. اوكي يلا تصبح على خير. وانت من اهل السلام. ايوه اخيرا وصلت للبيت. والله مشتاق اني اشوف اطفالي يا اخي، والله من الصبح ما شايفهن. اوكي يلا خلي ادخل عليهن. هي نايم رؤوف. بابا بابا ها شو سويت بشغلك؟ شو سويت بالشغل؟ حصلت لي شغل وحصلت لي فلوس وحصلت لي اكل، وهسه راح تشبعون اكل. يلا كلوا. شكرا 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 شكرا. يلا كلوا كلوا كلوا، ابيكم اليوم تشبعون مره. اوكي شنو معك كثير معك كثير. اوكي برجرات، هذول بطاطس. يلا كلوا كلوا كلوا. هذا الفلوس يعني اللي يريد يروح يعني يطلع له برا البيت يشتري له شغلات. شكرا 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 شكرا. العفو العفو، هذا واجبي ولازم اني اسويها. اوكي سد الباب سد الباب سد الباب. فين ذا؟ يلا ننام يلا ننام يلا ننام يلا ننام. يلا تصبحون على خير. هاي هاي وش ذا الصوت؟ هاي دا اسمع صوت غريب. هاي شنو هذا؟ لا لا في شخص يفجر البيت. هاي هاي اطفالي اطفالي يطلعون. اطفالي لا لا اطفالي راح يموتون. لا 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 يا اخي منو هذا اللي فجره؟ لا يا ورع ليش كذا؟ وش سويت لك؟ لا 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 يا اخي يا اخي راح يفجر ام المنطقه. ليش كذا اطفالي يا اخي؟ اطفالي ماتوا. هاي انت منو؟ انت منو يا ورع؟ انت منو اللي تفجر؟ هذا مو زي اللي يشتغلوا وياي في المطعم حق قبل شويه. اي والله هو يا اخي. ليش فجرت البيت حقي؟ ليش؟ انطيني سبب مقنع حتى فجرت بيتي يا ورع. تعال. هي وين راح ذا يا اخي؟ وين شرد؟ هي وينك يا اخي؟ ليش قتلت اطفالي يا اخي؟ لا والله هذا اللي اشتغل وياي قبل شويه في المطعم. والله ما ادري ليش. هي شنو هذا يا اخي؟ والله حتى الصبح اجى. لا لا لازم اروح، لازم اروح المدير مال الشغل مالتي اشوف وش سالفته ذا. ايوه اخيرا وصلت للشغل مالتي. بالله خلي اروح لذا المدير اشوفه ايش السالفه. ليش ذا اللي كان يشتغل وياي البارحه؟ يا الله الزبائن كثار. وينك 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 يا اخي؟ صرت الساعه 9 يا اخي. والله اجى شخص اللي يشتغل وياي البارحه وفجر باتي وقتل اطفالي يا
يا اخي وين هو؟ What? هو اجى هسه؟ اجى؟ لا ما اجى لسه. لا اوه والله شكله ترك الشغل. يا اخي والله البارحه اجى بالليل مره، يعني اني نايم والاطفال نايمين، فاجى وفجر بيتي وقتل الاطفال. بس اني هم طيب ليه شو السبب؟ يمكن لانه انت احسن منه بالشغل فهو جاكر منه. والله ما ادري الصراحه ايش سالفته، بس هو مو موجود هسه. لا والله طلع. لا مو موجود حتى هو ما اجى. يا اخي والله حسبنا الله ونعم الوكيل عليه. يا اخي ليش كذا؟ قتل اطفالي وهسه صار ما عندي بيت، والله شو اسوي هسه؟ اذا بدك انا عندي هون بيت بتقدر تعيش فيه هاي الفتره. صدق؟ فيه تخت واغراض. ايه حتى الفلوس اللي انطتني اياهم والاكل اللي انطتني اياهم البارحه كلهم انفجروا كله بسبب ذا اللي كان يشتغل وياي. والله شو اسوي هسه؟ لا حول ولا قوه بالله. خلص ولا يهمك، راح اعطيك غيرهم. يلا حبيبي والله مشكور، والله انت اكثر شخص شفته كريم في حياتي كلها. والله تقدر تشوفني البيت او المكان اللي راح اسكن فيه هالايام؟ اوكي يلا تعال معي. يلا جاي. اوكي هذا هو البيت، تعال ادخل شوف. اوكي بس خلي ادخل. يلا ادخل. اوكي هون عندك تخت، هذا هو السرير مالتي. حلو نام من هون. اوكي تعال معي فوق. ياب فوق فيك هون تحط اغراضك، هون فيك تغسل. اه حلو. وهون في راح احط لك اكل، وفيك تبدل ملابسك. والله شكرا لك صديقي، والله والله ما شايف احد زيك والله. ويا اخي والله اتشكرك يا اخي، والله حتى ما بعرف شلون اقدر اشكرك. عادي عادي حبيبي انت بتستاهل، معلش والله انت فقير. والله شكرا لك حبيبي. اوكي والله شو اسوي هساني، والله كل شيء ما بعرف اشرح اسوي. هاي هذا منو؟ هذا مو اللي قتل اطفالي؟ لا تعال يا ورا، تعال والله اللي اقتلك بالسكينه. تعال 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 موت تقتل اطفالي ها؟ تعال والله اللي اقتلك يا ورا. ليش كذا وتقتل اطفالي؟ تعال ها صرت تشتغل هنا في برجر كينج. تعال تعال والله اللي اقتلك يا ورا. تعال تعال موت يلا خلاص، يلا ما بقى لك شيء، يلا مع السلامه. يلا تجلد اطفالي يا ورا، يلا موت مع السلامه.